اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي التلفزيون اليوم السابع. انا اسامه طلعت اكون معاكم من امام حديقه الاورمان، حيث تشهد حديقه الاورمان حريق داخلي. وطبعا حضراتكم شايفين عربيات الاسعاف بتقوم بواجبها على اكمل وجه، دخان طبعا بيحوط المنطقه، جهود كبيرة جدا عشان خاطر احتواء الموقف وان الحريق ما يطولش اشجار كتير. زي ما حضراتكم عارفين ان حديقة الاورمان بها عدد كبير جدا من الاشجار النادرة، فده اللي مخلي قوات الحماية المدنية والاطفاء بتحاول على قد ما تقدر ان هي تسيطر على الحريق. حضراتكم شايفين الدخان عامل ازاي. دخان كثيف جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لسه ما تمش اصدار اي بيانات ولا حد لسه يعرف ايه هي اسباب الحريق، لكن رجال الاطفاء كلهم بالداخل يقوموا بواجبهم على اكمل وجه، بيحاولوا ينقذوا ما يمكن انقاذه طبعا من الاشجار النادره. حضراتكم عارفين ويمكن اكتر مني ان حديقه الاورمان تحتوي على الكثير من الاشجار النادره، وده اللي بيتم السيطرة عليه حاليا. حريق كبير طبعا، وبيتم رش النخل من الأعلى عشان عملية التبريد، لأن طبعا رجال الإطفاء سيطروا تقريبا بنسبة كبيرة على الحريق. بيحاولوا الدخان كمان يعملوه عن طريق عملية التبريد اللي حضراتكم شايفينها. طبعا زي ما حضراتكم عارفين رجال الإطفاء والحماية المدنية بيعملوا اللي يقدروا عليه عشان خاطر ينقذوا الأشجار دي من الحريق. عموما هنتابع مع حضراتكم التطورات أولا بأول. بشكركم، أنا أسامة طلعت كنت معاكم من أمام حديقة الأورمان، شكرا لكم.